هكذا انطلق مهرجان تيميتر، وانطلقت معه الفرجة من قلب سوسة عبر فضاءات ثلاثة تستقبل على مدى 4 أيام أكثر من 30 حفلا فنيا وأزيد من 300 اسم فني في تواصل مباشر مع ساكنة المدينة وزوارها. C'est la première fois que je viens à ce festival après en avoir beaucoup entendu parler. Et je suis pas déçu parce que c'est vraiment très bien. كل تقريبا كل صيف الصيف نجيو نحضروا ليه، كنلقاو داك الشيء اللي بغينا كنلقاوه فيه. حتى ما زوج ثقافات هو تيخلي ميراجان تيميتار يعني عنده واحد نكهه خاصه، فاحنا كشباب يعني تعجبنا هاد لومبيونس كثير كثير، ومرحبا بكم في ميراجان تيميتار. يونس النجم الصاعد في موسيقى الراي كان ضمن المؤتتين لحفل افتتاح تيميتار ونال تجاوبا كبيرا من الجمهور. الاغنيه ديال بلادي بلادي اللي جمعت فيها كاع المدن ديال المغرب، وباش نقول لهم ثاني الافتخار ديالي بالجنسيه ديالي المغربيه وباش نكون مغربي. هاد السنه ان شاء الله موعد جميل، لانه جميع المواطنين ديال سوس يعني غادي يكونوا موجودين وغادي يعطيوه واحد الدفعه قويه، لانه كاين واحد النوعيه وكاين كذلك انفتاح ديال هاد الامازيغيه على الموسيقى العالميه، فهذا موعد جميل ويجب ان نطوره كل سنه ان شاء الله. جميع الناس مجمع الفئات الصغرى والكبرى، وتبارك الله عليهم ناس ناشطين وعجبهم الحال، وحقا انا فرحان جدا لان اول مهرجان ديالي في اكادير هو هذا. من ساحه الامل لمسرح الهواء الطلق، حيث أبدع وأطرب عميد الموسيقى العربية الأندلسي عبد الرحيم الصويري عشاق فنه الحاضرين.